انت ذكرت الاسم وذكرت الموقف، بس انا تقريبا الموقف ده مش زي ما انت ذكرته. ايه السبب اللي انا على حد علمي يعني ان الفرق الرقم ما كانش كبير قوي، خصوصا ان كمان رمضان كان جاي من دوري انجليزي، فاوريدي كان الراجل ما شاء الله برضو عمل فلوس. لو انا مكان رمضان اكيد كنت هكمل في الاهلي، ده 500%. ايه السبب؟ ماديا هكون الحمد لله عملت رقم والفرق ما كانش كبير على حد علمي، وتعويض الفرق اللي مش كبير ده كان اتعوض بحاجات تانية. يعني انا ما كنتش هاخده في ايدي فعليا، ما كنتش همضي عليه، بس كنت اعوضه بحاجات تانية، اعلانات مثلا، كنت اعوضه ببرامج، اعوضه ب مميزات كتيرة لعيبة الاهلي بتاخدها بقى، خلينا اكون صريح يعني. فأنا كعلي كنت هكمل في الأهلي من غير أي تفكير.